لا اليقوت، أميرة استثنائية بكل المقاييس، عاشت الكثير من المحن والشدائد وتغلبت عليها، فهي من مواليد 1887، وهي الزوجة الأولى للسلطان يوسف بن الحسن، وهي والدة محمد الخامس وجدة الحسن الثاني. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب من شخصية الأميرة لالا الياقوت، وكيف عاشت إكراهات الحماية الفرنسية، وكيف عاشت أهوال وفاة زوجها السلطان يوسف بن الحسن، وكيف عاشت غصة نفي ابنها محمد الخامس إلى مدغشقر في غشت 1953. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. في البداية لا نتوفر على صورة للأميرة لالا الياقوت، رغم أنها عاشت حتى الخمسينيات من القرن العشرين، وهي زوجة السلطان المولى يوسف ووالدة الملك محمد الخامس، والتي لم يعرف الكثيرون عن حياتها سوى لمحات من سنوات عمرها الأخيرة، نقلا عن مسعودة ساسون وما حكته في كتاب خياط السلاطين لقريبها ألبير ساسون ومرافقتها مسعودة، والتي عاشت بالقرب منها لمدة 10 سنوات. وهي جدة الحسن الثاني والأمير عبد الله، وقد أقامت لالا الياقوت حفل زواج لأبنائها مجتمعين هم عبد السلام وإدريس ومحمد الخامس سنة 1925، كما أنها أنجبت 6 أطفال على التوالي بعدما تزوج بها في بدايات القرن العشرين المولى يوسف ابتداء من سنة 1902. وأنجبت الأمير إدريس بن يوسف والأمير حسن بن يوسف والملك محمد الخامس والأمير عبد السلام بن يوسف والأميرة للا زينب بنت يوسف والأميرة للا أمينة بنت يوسف. وبمجرد توقيع السلطان عبد الحفيظ على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، غادر السلطان مدينة فاس يوم 6 يوليوز متوجها إلى الرباط تمهيدا لتنازله الاختياري وتقديم استقالته عن العرش لأخيه يوسف بن الحسن يوم 12 غشت 1912، وهو اليوم الذي بويع فيه السلطان يوسف بن الحسن بيعة شرعية في الرباط، وأصبحت المدينة عاصمة للمغرب. شهد حكمه بالاضطرابات والثورات المتكررة والشديدة ضد الاحتلال الفرنسي، وشهد عدة معارك ضد الاحتلال الفرنسي والإسباني على السواء، من بينها معركة سيدي بوعثمان والهري والقوس وثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف، والذي حقق نصرا كبيرا في معركة أنوال سنة 1921. كما حضر السلطان يوسف بن الحسن عام 1926 افتتاح مسجد باريس، ونقل حكمهم من فاس إلى الرباط. كما شهدت لالا الياقوت معه وفاة زوجها في 17 نوفمبر 1927 واعتلاء أصغر أبنائها العرش وهو محمد الخامس. امتازت الأميرة لالا الياقوت بشخصية قوية بعدما توفي السلطان الحسن بن يوسف زوجها وترك لها 6 أطفال، وتحدت الكثير من الإكراهات التي أجبرتها سلطات الحماية الفرنسية. كما عاشت لالا الياقوت هذه الأحداث والوقائع التاريخية الكبيرة بكل منعطفاتها الكبيرة، والتي رسمت تاريخ المغرب في النصف الأول من القرن العشرين حتى الاستعمار الفرنسي والإسباني. كما شهدت توقيع الظهير البربري سنة 1930 وتأسيس كتلة العمل الوطني وأخبار الحرب العالمية الثانية ومطالب الوطنيين المغاربة باستقلال المغرب. وبعد نفي محمد الخامس من طرف قوات الاحتلال الفرنسي رفضت الانتقال مع ابنها، وبقيت لالا الياقوت بقصر فاس، وتوفيت بعد أسبوع من نفي ولدها محمد الخامس على الساعة 11 في 30 غشت 1953، في غياب ابنها الذي حزن عليها بشكل كبير ولم يحضر جنازتها. وحاولت سلطات الحماية التكتم على الأمر
ودفنت بالقرب من زوجها السلطان يوسف بن الحسن، وقد كرمها ابنها بتسمية أهم شوارع الدار البيضاء باسمها. للإشارة، كانت لالا الياقوت جد متعلقة بمسعودة مرافقتها وخادمتها الوفية من أصول يهودية، والتي تتميز بجاذبية استثنائية والمسلية لها بامتياز، بل إنها كانت تخشى يوم العطلة الأسبوعية حين يفرض عليها البقاء وحيدة مع خادماتها. وهكذا مكثت مسعودة ساسون إلى جانب أم السلطان إلى أن توفيت، كما ذكر ذلك في كتاب خياط السلاطين. للإشارة، للسلطان المولى يوسف بن الحسن أكثر من زوجة، فله زوجات تركيات وخليلات، وهي عادة سلطانية، كما تزوج ابنة محمد المقري الأمينة رقية، والتي تزوج بها السلطان المولى عبد الحفيظ. وبعدها، بعد نفي السلطان مولى عبد الحفيظ ولم يبقى سلطانا، طلقها أبوها المقري وزوجها الزوج الجديد يوسف بن الحسن سنة 1918. وعندما مات مولى يوسف سنة 1927، تزوجها الرجل القوي الجديد الحاج تهامي القلاوي. وكان يتم هذا الزواج في إطار توسيع شبكة تحالفات السلطان مع الشخصيات والقبائل. قبل ما تخرجوا، ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.